بحول الله تبارك وتعالى نبقى في هذه السانحة مع وقفات مهمة جدا مع موضوع اليوم، وهو موضوع الإلحاد. والإلحاد هو عند أهل اللغة قالوا هو من الميل والجحود، قالوا ومنه اللحد لأنه يميل داخل القبر، وقال ابن عباس كما نقل العلامة ابن كثير قال هو التكذيب، التكذيب هو الإلحاد. وأيضا نقل ابن كثير رحمه الله قول قتادة أن الإلحاد هو الشرك، وقال أيضا الإمام البغوي رحمه الله وذروا الذين يلحدون في آياته، قال أنهم اشتقوا، أي المشركين اشتقوا اسم العزى من العزيز واسم اللات من الإله، فربنا سبحانه وتعالى سماهم ملحدين. والإلحاد انتشر له مفهوم، وهو إنكار وجود الخالق، وهذا تعريف للإلحاد بأسوأ درجاته، وهو موجود الآن وله أحزاب وواجهات وجمعيات تحميه وتتبناه وتنشره، مثل الشيوعيون وهم عندنا في الجامعات خاصة في السودان يعرفون بالجبهة الديمقراطية، وكذلك مؤتمر الطلاب المستقلين، وهؤلاء أخذوا هذه الفكرة من كارل ماركس وفريدريك إنجلز اللذان أخرجا أول وثيقة لهما تسمى البيان الشيوعي، وده بيتبنوه الشيوعيين بوصفه الوثيقة الأولى للشيوعيين في العالم، وهم يدعون فيه للإلحاد بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم التقيد بعقيدة أو بدين. ولذا يقول لينين في كتاب اسمه الثورة والثورة الثقافية صفحة 172 يقول بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية والتي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله. ويقول الشيوعيون نحن نؤمن بثلاث ونكفر بثلاث، نؤمن بلينين وإستالين وكارل ماركس ونكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. طيب، المعنى الذي أود أن أتحدث عنه في موضوع الإلحاد والمعنى الأعم الذي يشمل الشيوعيين وغير الشيوعيين، لأنه بدت موجة خاصة داخل الجامعات السودانية إنه أنت لو داير تبقى واد فاهم واد شاذ في الدفعة لابد تكفر بالدين، ولابد تسب الدين، ولابد تطعن في الصحابة، زي ما جاء واحد هنا قبل أيام شعبي ومعه واحد علماني قال ليبرالي، قال أنا ما أعرف لو اسمه منه، واحد اسمه معمر أو معمر قال شعبي، وده نزل انتخابات ود كل المؤهلات بتاعته إنه عنده صلعة، تاني ما عنده أي مؤهل، جابوه هنا قال داير يجي ينجر في الدين وداير يأصل للعلمانية وكده. المهم الإلحاد يا أخواننا بمفهومه الأعم الشامل أنه الميل والانحراف أو التكذيب، إنسان يكذب الله سبحانه وتعالى أو يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يكذب حكما من أحكام الله أو خبرا من أخبار الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن صراحة أو بطريق معوج وهو يخشى لوم الناس، هذا ملحد من الملاحدة.
ملحد. طيب انت بتقول للملحد انت مالك مع الدين يا اخي، الدين ده مالك معه، ليه انت داير تلحد؟ يقول لك يا زول احنا دايرين نتقدم. طيب من الذي منعك من التقدم؟ وما الذي منعك من التقدم؟ المنعك شنو؟ يقول لك يا اخ طبعا احنا ما ممكن احنا في الجامعه دي يغيدونا بدين، وهو بتلقاه لا بصلي لا بصوم لا بخاف الله ولا بخاف الناس ولا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، تلقاه يومه كله عباره عن معاصي لله سبحانه وتعالى، ويومه كله عباره عن فجور، فهمت؟ ونشر للفساد الفكري والاخلاقي داخل الجامعه. ويجي يقول لك نحن دايرين يعني نحن دايرين نتفكك، قال يقول لك نحن دايرين حريات، وهو انسان ملحد، وما ترك للملحدين شيئا الا وركبه. طيب يقول لك يا اخي الكفار ديل لما كانت الكنيسه ماسكاهم كانوا متخلفين، لما خلوا الكنيسه نازل، لما خلوا الكنيسه اتقدموا. طيب الرد عليك اول حاجه الدين النصراني دين محرف بخلاف الاسلام. الدين النصراني ده بتاع ناس الفاتيكان وغير الفاتيكان، ده دين محرف، فهمت؟ وده دين باطل، لانه برضه بجوك العلمانيين يريدون ان يساووا بين الاسلام وبين الاديان التي نزلت من السماء وحرفت وبين الاديان المنجوره في الارض. يجيك واحد يقول لك نحن عندنا الاديان دي كلها واحد، الاسلام والنصرانيه واليهوديه والبوذيه وكريم المعتقدات. طبعا كريم المعتقدات ديل بيعبدوا الخنزير، بيعبدوا الجقر، بيعبدوا الفنجان، بيعبدوا الفروج، وبيعبدوا غيره، دي يقول لك كريم المعتقدات. يساووا بين دين الله سبحانه وتعالى والدين الخاتم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وبين الأديان الباطلة. أول حاجة ده سبب ما مقنع. لما تجي تقول لي أن احنا دارين نمرق من الدين لأنه الكنيسة عملت والكنيسة أجابت العشور والقصة التاريخية الطويلة اللي بيذكروها العلمانيين، وإنه عمل الضرائب وضريبة الملح وكانت عندها تلت الأراضي بتاعت أوروبا وإلى آخر، ده في النهاية احنا ما بهمنا كثير لأنه ده ما مر به الإسلام. الإسلام ما أجاب الموضوع ده، ولابد الطالب يفهم الموضوع ده عشان ما يجيك واحد من الملاحدة سواء كان ينتمي للمؤتمر الشعبي أو كان ينتمي إلى حزب مؤتمر الطلاب المستقلين أو كان ينتمي إلى حركة حق الجديدة أو الحديثة أو سواء كان ينتمي إلى غيرها من مسميات الشيوعيين، جبهة ديمقراطية، شيوعيين، أو الجمعيات اللي بتلقاها قاعدة هنا، الرزاز، ما أعرف ليك شنو كده، تلقى فوق ناس جايبينهم من الخمسينات، جيبوا لك عمك كبير، يقول لك الليلة عندنا يا طلبة جلسة بتاعت استماع وإعادة للذكرى 85 لأبو السيد، واحد تلقاه عمك كبير جايبينه من وين ما بتعرف، فهمت؟ يجي يلم الأولاد والبنات ويقعد ينشر لهم في الفسق وفي الفجور، عرفتها؟ فده في الإسلام ماف. النصرانية ده دين محرف، وأنا جبت معايا الإنجيل ده، إنجيل ذاته ده كتاب ذاته، والكتاب ده السبب بتاعه كان ناقشنا نصارى كان في جامعة السودان الجنوبي، كلام ده تقريبا 21/1/2009 في أسبوع المهندس، فقام جاء واحد من الشعبين خش على النصارى. طبعا الشعبين عندهم الوهمة بتاعت العقل والتجديد، داري يجيب جديد بس خالف تذكر، فهمت؟ يعني لو لقى للشعب ده عشان يذكروا، لو لقى انه يمشي زي ما الله خلقه، فهمت؟ بيعملها بس عشان الود جاب له حاجه جديده، فهمت؟ مشى خش للنصارى، النصارى زنقوه، ناس بيقولوا الله ثلاثه يزنقوك يا شعبي، لكن لا عنده دين، لا عنده عقيده، لا عنده اخلاق، ده الشعبي كده قبل الشيوعي، شعبي ذاته لا عنده دين، لا عنده اخلاق، ما عنده اي حاجه. وبعدين لو في واحد شعبي دار يناقش او واحد مؤتمر وطني متعاطف معه برضه بنفتح لك الفرصه للحوار والنقاش، فهمت؟ فمشينا خشينا ناقشنا النصراني، بقى الشعبي يقاطعني، قلت له يا ود زح بعيد وريني النصراني واقعدوا فراجه، قال انت الشغل ده ما بتقدر عليه. فبديت اناقش فيه
النصراني قال لهم امشي اقعد هناك في الخيمه جوا في كراسي. مشيت قعدت والحمد لله الشباب المسلمين دعيناهم وخلوا النصراني والشعب بيجوا يعني يقعد يستمع. فقام الشعب عشان يطردني جاب لي النسخه دي، قال لي شيل الكتاب ده وامرق. قلت له قبل ما امرق هنا في حاجات انا دايرك توريني فاهمه شنو، بجيب اقرا لك بعد شويه. فهمت؟ في النهايه سوقنا اخواننا من المسلمين ومرقنا، والنصراني بعد ذاك ما قامت له قائمه، ومشوا عملوا لهم ندوه في دار الاتحاد عملوا الجبهجيه الكيزان. فهمت؟ والكوز رئيس الاتحاد قام قرا ايه قال من الانجيل، قال وجابوا الاب فيليوس اسفرج، طبعا ده كاهن كنيسه الشهيدين وده من المية المؤسسين للمؤتمر الشعبي. عشان كده الترابي تلقاه دائما بيقول لك في كلامه انه اليهود والنصارى ديل اهل كتاب. طيب ده الاسم التجاري ولا شنو؟ اهل كتاب ده ما كافر يعني. ربنا قال ان الذين كفروا من لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم شنو؟ البينه. فده الناس بر الدين كافر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. شوف الجنة دي لو ما بقيت مسلم موحد لله سبحانه وتعالى، ما عندك أي طريقة ولا جماعة ولا فهم إلا فهم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ما ترجو نجاة يوم القيامة. الله أكلمك النصيحة، والكلام ده نحن مستعدين وصدورنا مفتوحة جدا جدا مفتوحة، جبنا لك ساون كمان عشان تناقشنا في الكلام ده. فهمت؟ أي زول شايف إنه كلامنا ده غلط أو باطل أو ده تحجير للرأي الآخر، بنقوم نفتح لك فرصة عشان تقول رأيك الآخر ده، نسمع ذاته يمكن إحنا نستفيد ذاته أو نلقى كلامنا ده باطل. فهمت؟ فده أول حاجة بنقول لهم يا أخواننا، الدين النصراني دين محرف، ده كتاب، الكتاب المحرف بتاعهم اللي بيسموه الكتاب المقدس، وده فوقه العهد القديم اللي هو التوراة وده بيؤمنوا به والنصارى برضه، والعهد الجديد اللي هو الإنجيل. وقبل أيام قالوا جابوا واحد بطران ولا شنو ما عارف من بريطانيا جفتتح له كنيسة ما عارفة وين، قبل أيام بيجاي. فهمت؟ وده دين باطل، دين النصراني ده بوديك جهنم وبئس المصير، تموت بيجاي طوالي بتخش جهنم. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كلامنا نحن. طيب هنا قبل ما اجيب لك الكلام الباطل بتاعهم، ده اعترافهم هم ذاتهم، دي اللجنه اطبعت الكتاب بتاعهم المحرف، هم ذاتهم شهدوا بالكلام ده. قالوا كثير من علامات التقدم تظهر في روايات هذا الكتاب وشرائعه. كثير، ركز في الكلام ده، من علامات التقدم، يعني كل مره الكتاب ده بيتغير بيتقدموا فيه يعني، وبيجيك الكلام أصرح. قال في روايات هذا الكتاب وشرائعه مما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم، لأنهم هم ذاتهم أصناف، النصارى أصناف في الكاثوليك وفي الأرثوذكس وفي البروتستانت. فهمت؟ يعني بتلقى في أمريكا عندهم مذهب أرثوذكسي أو بروتستانتي، عندهم ما بيجوز للمذهب الآخر إنه يترشح للحكم أو يكون رئيس دولة أو يكون المذهب بتاعه هو المذهب الرئيس في أمريكا. وهنا بجوك ناس يقول لك ليه يا أخ أنتوا دارين تعملوا لنا الإسلام هو المذهب الوحيد في السودان الذي هو بلد متعدد الأعراق والأديان والقبائل إلى آخر. طيب ديلك عملوا ليه؟ نحن خلينا، نحن متشددين. الأمريكان الكفار ديلك عملوا ليه؟ عرفتها؟ طيب قال مما حمل المفسرين من كاثوليك وغيرهم على التنقيب عن أصل الأسفار الخمسة الأدبي، فما من عالم كاثوليكي في عصرنا يعتقد أن موسى ذاته قد كتب كل البانتاتيك اللي هي التوراة. يعني قال لك ما في عالم نصراني كاثوليكي بيعتقد أنه كتب التوراة موسى عليه السلام. ما في، تسأل أي كاثوليكي كتب موسى عليه السلام يقول لك لا. طيب ده اعتراف منهم هم ذاتهم. طيب قال منذ قصة الخلق إلى قصة موته، كما أنه لا يكفي أن يقال أن موسى أشرف على وضع النص الملهم الذي دونه كتب عديدون في غضون 40 سنة
بل يجب القول مع لجنة الكتاب المقدس البابوية سنة 1948 أنه يوجد، وكاتب لك الكلام بين قوسين، أنه يوجد ازدياد تدريجي في الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية تقدم كده كاتبين. يظهر أيضا في الروايات التاريخية. فيبقى خلاصة الكلام هنا إنه الدين النصراني ده باعترافهم هم ذاتهم إنه دين شنو يا أخواننا؟ دين في ازدياد قال لك، وما في عالم كاثوليكي بيقول إنه التوراة اللي هي البانتاتيك سماه هو، ما في عالم كاثوليكي يقر أن البانتاتيك كتبها موسى عليه السلام. وقال ما بكفي تجي تقول لي، لأنه دي قد يجيب لك واحد حجة، قال لك لو في واحد جاء قال لك يا أخ موسى هو صح ما كتبه، لكن أشرف على الناس اللي كتبوه، قال برضو ما بكفي كحجة، هم برام قالوا ما بكفي. فيبقى لو جاء الإلحاد مما حصل داخل هذا الكتاب، هذا الكتاب ليس هو كتاب الله، حتى تكون الممارسات والعقائد الموجودة في هذه الكتاب منسوبة إلى الدين، حتى يكون الدين هو سبب التخلف. طيب أديك كلام تاني من جوا الكتاب بتاعه، طبعا فيه حاجات فسق ذاته، فيه حاجات فسق. هنا بيوصف المرأة من شعرها إلى أخمص قدميها، وصف ذاته وصف شين في سفر اسمه نشيد الأنشاد، وسفر ده وزعه في بداية التسعينات في جنوب أفريقيا، فصادرته الحكومة الجنوب أفريقية وحاربته باعتباره، وزعه براو باعتباره كتابا يدعو إلى الجنس. السفر ده عندنا زي شنو؟ زي الجزء، وعندهم الإصحاح زي الصورة، والعدد زي الآية. فقاموا شالوا جزء واحد من كتابهم المحرف اسمه نشيد الأنشاد، قاموا وزعوه في جنوب أفريقيا. حكومة جنوب أفريقيا مسكت الكتاب وصادرته باعتبار أن هذا الكتاب يدعو إلى الجنس. شوف الكلام ده كيف. فيبقى ده ممكن يكون كلام الله يا أخوان، فيه كلام شين جدا. فأنا جبت الكلام ده ليه؟ عشان أوريك إنه يا أخواننا إنه ده ما كلام ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما يجي واحد من الملاحدة بعدين يجي يقول ده سبب رئيس من أسباب الإلحاد، إنه الدين ده مخالف للواقع ومخالف للعقل ومخالف لمجريات التطور إلى آخر. طيب طبعا جوا حتى الكتاب بتاع النصارى ده فوق الغنى حرام، هم ذاتهم النازل عندهم الغنى حرام، يعني الترابي والشلة بتاعت الملحدين ديل بغالطوا كل الكتب السماوية، مش هو محرف برضو عندهم الغنى حرام، وعندهم برضو النقاب جوا هنا قاعد. بعدين لو في واحد ملحد ما مقتنع بعدك بنجي نمرق لك الشغل من جوا الكتاب بتاعهم. طيب الصفحة رقم 21 من سفر التكوين، وده أول سفر في هذا الكتاب، عشان بعدين ما تجي تستدل بالنقطة تعت إنه يا أخي الناس لما مرقوا على الدين النصراني مشوا لي قدام، لأنه محرف. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه شنو؟ اختلافا كثيرا. طيب هنا شوف الكتاب ده بيصف أول حاجة، بيصف الأنبياء بيصفهم بأنهم من شربة الخمور وأنهم أفجر خلق الله. ده الكتاب المحرف بتاعهم عشان ما تجي تستدل به بعدين، وده ذاته فيه وصية للشباب اللي بيمرقوا في رأس السنة، تلقى الجماعة مالين شارع النيل أو تلقاهم في عيد الحب لابسين مراكب حمر مما قبل 3 يوم، أي زول لو ما عنده قروش بيمشي يشتري ورنيش أحمر، فهمت؟ وفي واحدين كمان بيلخبطوها مرة واحدة، واحدة تلقاها لابسة فردة بنفسجية والثانية صفراء، فهمت؟ ولابسين اليوم دي كله أحمر، وتلقاهم مارقين برا في شارع النيل ومنتظرين الساعة 12 إلا دقيقة، تلقاهم سكتوا يا ناس مالكم الحاضر شنو؟ عرفتها؟ وبعد ذاك الناس تكورك ويتجادعوا بالبيض
وبالمويه، وفي ناس تحت بيفكوا الطوب. طبعا ديل البروتاريا مش شيوعيين، ديل البروتاريا كويس، ويكسروا عربات الناس فهمت، ويفكوك ببلاوي ذاته، حتى ذاته قلة الأدب ما بيعرفوا لها. والله نحن في السودان ما عندنا أي مؤهل بتاع قلة أدب بالمناسبة، يعني لو جينا لموضوع بتاع قلة أدب، قلة أدب ذاته ما عندنا مؤهلات. هناك انت قال البيض بتاعهم زي حقك ذا، يعني احنا البيضة بتاعتنا دي ضاربة شمس، دي عشان تفقشها دار لك ساطور، لكن ديلك عندهم بيضة حاجة صغيرة الغشاء بتاعها بيكون بالملي، بيطقوك بها كده بتتفقش، لو ضربت النظارة ما بتجي حاجة، لكن البيضة دي لو طقتك انت ذاتك ممكن تنسى ثلاثة أحرف من اسمك. ناس تلقاهم بيتجادعوا وبيتجادعوا بحاجات ما بنقدر نقول اسماء ذات فهمت؟ بس وزول تلقاه مفلس، ثاني يوم تلقاه الشيوعي ذاته اللي بيتفالك بالبيض، ثاني يوم طالع مظاهرة، جانا مدير المصنع زيارة وقال المصنع كله فوارق، وقال حينزلوا 200 عامل، 200 عامل فد مرة والله مهازل، وابوك قمنا طلعنا الشارع وتكلمنا كلام موضوعي، قلنا المصنع حق الدولة ويد العامل هي بتعمل، ما المكنات الأمريكية وزيت العامل هو اللي بيطلع، ما المكنات الأمريكية والصفق، ويقول لك نحن في البلد دي على مستوى البلد جعانين وما لاقين ناكل، والبيض ده ما كانت سوق أو كانت أو كان ترفعه في الرف، تجادع بالبيض وبالدقيق ليه؟ ها؟ فهمت؟ عشان تعرفوا إنه ده كله موضوع بتاع استهبال مجموعة من الشفتة والمجارمة ناس الملحدين ديل، عشان ما تاني أوعك تجي تتكلم لي عن إنه ده كتاب بتاع مسلمين. ودي أخواننا فتنة بقت عند الشباب برضو، الناس ديل واحد تلقاه نصراني مثلا في الكورة، تلقى جاب جون أو داري يخش الملعب، أول مما جاي خاش الملعب بيهبش الملعب، بعد ذاك بيعمل شنو؟ بيعمل الحركة بتاعت الصليب دي، تلقى واحد مسلم بيعمل نفس الحركة دي، يقول لك ليه ما صمويليتو عملها؟ صمويليتو كافر، ودي معناتها الله ثلاثة، الله الله والروح القدس الله وعيسى الله، ثلاثة الله، وديل كلهم بيقول لك إلها واحدا آمين، الثلاثة ديل كلهم يقول لك إله واحد، أنت بتعملها ليه يا مسلم؟ وربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. عشان كده أخواننا المؤمن لابد يكون معتز بدينه ومعتز بعقيدته ويعرف دينه ويعرف عقيدته، عشان ما تمشي ساكت خموك ساكت. طيب قال وابتدأ نوح يحرث الأرض وغرس كرما وشرب من الخمر، قال وتكشف داخل خبائه فرأى حام أبو كنعان سوءة أبيه فأخبر أخويه وهما خارجان، فأخذ سام ويافث رداء وجعلاه على منكبيهما ومشيا مستدبرين فغطيا سوءة أبيهما وأوجههما إلى الوراء وسوءة أبيهما لم يرياها، فلما أفاق نوح من خمره علم ما صنع به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبدا يكون لعبيد إخوته إلى آخر ما قال. فهمت؟ فديل عندهم الناس ديل عندهم إنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، عندهم الأنبياء يشربوا الخمور، وعندهم الأنبياء زنات، الأنبياء عند النصارى زنات، عشان ما تجي تقول لي ديل كانوا يعني ناس الدين وديل الناس اللي عملوا الدين فهمت، ويبقى الدين ما نافع. فكون النصارى أو كون الناس ألحدوا برا لأنه الدين كعب أو الدين محرف، فتحريف الدين جريمة والإلحاد جريمة أكبر من تحريف هذا الدين، وده ما سبب مقنع لإنسان إنه يلحد بالله سبحانه وتعالى. لعل الصلاة جات، إحنا إن شاء الله نصلي ونجي نواصل في موضوع هذه المحاضرة في الإلحاد. بيقوم بيجوك بوهم طوالي يخاش لك في العالم الإسلامي هنا، يقول لك السبب بتاع قيام الإلحاد والعلمانية في الدول الإسلامية إنه كان في ناس بيمارسوا نفس المارسون النصارى،
اللي هما الصوفية والشيعة، اللي بيقولوا لك إنه الأولياء بيتصرفوا في الكون، وإنه الولي ياخذ حقك على عينك يا تاجر، وإنك لما تزرع زراعة لابد تمرك شوالات الشيخ، وإنك تمشي تخدم الشيخ من غير مقابل، زي ما قال البرعي قال قوماك نزاور، الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وقال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، ليه أتبعك الصغير، لا تميل أبدا لغير. للشيخ لو كنت سماني ما تبقى تجاني ولا غيره من الطرق. قال كون ليه قريب وجار، أبقى جار الشيخ يعني أقعد في المسيد بتاعه، أو عاك من الكجار، ما تكاجر الشيخ، أخدمه من غير إيجار، فهمت؟ إلى آخر ما قال. فده نقول لهم التصوف ليس هو الإسلام، وليس الإسلام إلا ما جاء في كتاب الله القرآن الكريم، وما جاء في سنة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أديك بعض الكلام القاعد في كتب الصوفية عشان تعرف إنه ده الملجأ والإسلام، زي ما قال الصحابي الجليل الربعي ابن عامر رضي الله عنه لما دخل على كبير الفرس، قال نحن قوم ابتعثنا الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فهمت؟ فالإسلام ما جاء يعبد الناس لفئة معينة، ولا الإسلام جاء ليكون المسلم الذي كرمه الله وشرفه الله سبحانه وتعالى عبدا لفئة من الناس يخدم هذه الفئة، لا يقضي أمرا من أموره صغيرا كان أو كبيرا إلا إذا استأذن الشيخ. وده الحاصل الآن إن شيوخ الطرق الصوفية لو داير تعرس بتمشي للشيخ، أبويا الشيخ أنا داير أعرس. في واحد عمنا قبل فترة بيحكي قصة، الشيخ قال لو داير لك بيت في الحلة تمشي للشيخ، الشيخ يقول لك أديتك تمشي لأبو البيت، تقول له أنا مشيت لأبويا الشيخ، أبويا الشيخ قال لك أديني، طوالي أعرسوا لك. ده زول ما شاء الله زول موحد، قام داك مشى له وجاو قال له داير بيتك، قال له ما بديك، قام مشى للشيخ، فهمت؟ قال له خلاص أنا أديتك، قال له الشيخ قال لك أديتك، قال له لو جيت أنت والشيخ أنا ما بديك، فهمت؟ لكن زمان كان الشيخ الذي جايطة، والله زمان جايطة جوطة شديدة جدا، وزمان بتلقى الفكة يا ديل، وإلى الآن حاصل تلقى الفكي عنده 400 مرة ده الليلة حاصل ولا ما في، فهمت؟ وما تطلق المرة، يعرس دي هنا تلقى عنده 12 مرة في كل شهر، عندهم حلة من الأماكن بينزل عنده أولاد هنا، فهمت؟ والناس قايلين دي بركة لو زوجوا للشيخ ربنا سبحانه وتعالى يبارك في نسلهم، فالنازل جاطوا البلد جوطة شديدة جدا، فهمت؟ فده ما دين الإسلام يا أخوان، الدين الإسلامي ما بقاك عبد يوم من الأيام، عشان ما يجينا واحد شيوعي مجرم أو واحد تابع لحركة حق ولا غيره، ولا تجي واحدة شيوعية ولا غيره تجي تقول يا أخي الدين ده اضطهدنا، ما في يوم من الأيام الإسلام دعا إلى الاضطهاد، وإنما الإسلام جاء بالعدل، ربنا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، مش عدل ساكت، مع العدل الإحسان كمان، إحسان دد عليه الإسلام. أما تجيني أنت كزول مجرم وملحد تجي تقول لي لا والله السبب الدين، أنت زول جاهل بالدين، فهمت؟ وما عارف للدين أي حاجة. طيب هنا ده كتاب الكؤوس المترعة، الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة، ده بتاع عبد المحمود الشيخ نور الدين، قال لك راجعه محمد ابن سرور ابن الشيخ الحفيان، حققه المدني محمد توم، فهمت؟ وفي الختم فوق هنا شعار وزارة الأوقاف وشعار بتاع الأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين، كلام موثق من كتبهم هم ذاتهم، عشان تعرف انه التصوف ده مادي ولا يا مادي قاعدين يكوركوا، قالوا احذفوا
منهج، المنهج قال بتاع التوحيد دارين يحذفوه، قال من المقرر ما عارفه بتاع سنة كم، ثالثة ولا كم، ثالثة ثانوي، قول حذفت يعني أنا التوحيد وقف يعني؟ في الأنبياء كتلوم التوحيد وقف، أنبياء من بدري، نبي الله زكريا قتل، يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام قتل، نبيين كريمين كتلوهم قومهم، ربنا قال وكأي من نبي قاتل، وفي قراءة وكأي من نبي قتل، فهمت؟ كتار من الأنبياء قتلوا في سبيل الدعوة للتوحيد. هل دعوة التوحيد وقفت؟ وقفت يعني ما بتقف، وكونوا الناس ما يعني زول ممتحن ثالثة ما لقاه في المقرر، ما لقاه في المقرر بلقاه في أي محلة ثانية، لأنه دعوة الله دي ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض يعني جمع لي، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، ما زوي لي منها، يعني ربنا جمع الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم شاف مشارقها ومغاربها وقال الملك بتاع الأمة المحمدية حيبلغ هذه المشارق والمغارب التي جمعت للنبي صلى الله عليه وسلم ورآها. ولذلك كون تمرقها ده ما بوقفها، وقال دي السبب في التكفير، قال السبب في التكفير، قال قال تقسيم التوحيد سبب لتكفير المسلمين. طيب قول مرقنا مقرر الصفحات بتاعت التوحيد دي مرقناها من المقرر مره واحده، هل انت بعقائدك القاعده جوا كتبك، العقائد القاعده جوا كتبك دي بتكفر ولا ما بتكفر؟ هنا الصفحه رقم رقم يعني هي صفحات كثيرة، لكن أنا دار أجيب لك حاجة واضحة جدا، صفحة 197، الصفحة 197 من هذا الكتاب. عرفته؟ قال من كرامات ومكاشفات الشيخ، قال ومنها ما حكاه لي بعض أولاده، قال نزل عند الوالد بعض ضيوف فأمرني أن أذبح لهم كبشا. الشيخ جو مجموعة من الضيوف قال لا عليك الله أذبح لهم حاجة، قال فاجتهدت في تحصيله فلم يتيسر، قدر ما حاولت أشوف لي خروف ما لقيت لي خروف، قال فلما أخبرته بذلك أمرني أن أغلق عليه باب خلوته وأن أجلس بالقرب منه، قال لي أقفل علي باب الخلوة خليك قريب، قال فما كان قليل إلا وأمرني بفتح الباب ففتحته فإذا بكبش عظيم وهو واقف وتحته مثلث الإمام الغزالي رضي الله عنه. يعني دعم شنو؟ دخل خروف جوا الديوان، فهمت؟ وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، شيخك ذا سماني سمانية كلهم، ربنا قال لن يخلقوا ذبابا، مش خروف، ضبانا ما بيخلقوها، ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، أي لا يستخرجوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. عرفته؟ فديل الجماعة ديل بيدعوا إنه غير ربنا سبحانه وتعالى بيخلق، وربنا سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، أي أن الخلق والأمر هو لله سبحانه وتعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد من الخلق. عرفتها؟ فأنت رأيك شنو في الكلام ده؟ يل أنت بتزعم إنه مقرر التوحيد كان سبب في إنه خروج جماعة جبهة النصرة وداعش وغيره وغيره، انت رايك شنو في الكلام ده؟ هل اللي بيقول الكلام ده مسلم؟ ده اللي بيقوله مسلم؟ ده اللي بيقوله ما عنده اي علاقه بالاديان السماويه، خليك من يكون مسلم، الاديان السماويه دين واحد ما عنده به علاقه، فهمت؟ ده كافر تب برا الاسلام وبرا كل الاديان ذاته، خليك من الاسلام. ده بيقول غير الله بيخلق ده مسلم ده؟ والاسلام ده كيف ذاته؟ واحد كافر دارين يدخلوه معانا، واحد شيوعي دارين يدخلوه معانا،
واحد بيقول غير الله بيخلق دارين يدخلوه معانا في الإسلام. تو قالين الإسلام ده شنو؟ في ناس قالين الإسلام ده بس انت تلم الناس، ده الإسلام، ده ما الإسلام. طيب هنا برضو الصفحة 167، الصفحة 167 قال أو 166 قال من كراماته أن من دفن بينه بين الشيخ وبين ولي الله تعالى سيدي عبد المحمود أبي شيبة أنه لا يعذب ولو استحق العذاب. قال أنت لو دفنوك بين الشيخ عبد المحمود أو أحمد الطيب أو غيره من أولياء السمانية وبين الشيخ محمود أبو شيبة، قال أنت ما بتعذب ولو لم تكن من أهل الطاعات. قال وفي رواية قال عن الرجل الصالح الحاج أحمد بن محمد السنهوري رحمه الله تعالى من عقبة قري بفتح القاف مع تشديد الراء وكسرها بلد معروف إلى كرري، وفي رواية إلى بلاد الجموعية إكراما له من عند الله من عند ربه تعالى. يعني لو دفنوك من أحمد الطيب لغاية عقبة قري دي كلها منطقة ممنوعة من العذاب، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعذبك. أها رأيك شنو في الكلام ده؟ ده إسلام يا صوفي يا خنجر يا ياقوت يا عثمان الكباشي اللي بيغرز في الكتب دي، فهمت؟ تبع الكباشي ولا غيره من العطالة الموجودين الآن؟ عرفت كلام ذاته يحيرك ويضحك المجنون ذاته. صفحة 171 انت ذاته كلام ما ممكن يصدق عقل. طيب انتوا الشيوعيين ليه ما بتتكلموا في الموضوع ده؟ الشيوعيين وغيره من العطالة ما تتكلموا في الموضوع ده ذاته؟ طيب قال ومنها قال أنه لم يخرج روح من جسد أحد إلا وهو يعرض عليه، يعرض على الشيخ ويخبره باسم صاحبه وأبيه ونسبه حتى بعد هذا يذهب إلى ما أراده له الله تعالى شقاء كان أو سعادة. الأرواح كلها لما ملك الموت يقبضها أول حاجة بيعرضها على السمانية، أول حاجة تبعد ذاك يشوفوا الحاصل شنو. قال ومنها أن تلميذه الشيخ عبد الرحمن الفادني لما أدخله الخلوة بصلاة الاسم الرحمن، الخلوة عند الصوفية تقلع ملابسك كلها تبقى أحمر ما عليك ولا خيط، قالوا دي الخلوة كده، ويدخلوك يقفلوا عليك المكان ويدوك اسم من أسمائهم البدعية أو الشركية واحد منها، وتذكر الله بهذا الاسم المبتدع أو الاسم الشركي لغاية ما تجيك الشياطين، فهمت؟ وبعد ذاك تديك أسماء بتاعت استغاثات شركية عشان تناديها وتشرك بالله سبحانه وتعالى، فهمت؟ بعد ذاك بيقولوا أنت بقيت ولي. قال لما خش الخلوة حصل شنو؟ قال وقف روحه بين يدي الله تعالى، وقف روحه بين يدي الله تعالى وتأدب وخشع وخضع، ثم قال إلهي ما جزاء من أحب عبدك سيدي أحمد الطيب؟ قال جزاؤه أن لا أحرقه بناري ولو كان بالمشرق أو المغرب. تحب أحمد الطيب البشير، فهمت؟ وكلام كثير جدا، فهمت؟ كلام كله كلام فارغ ساكت. ها الصفحة برضو 171 قال منها أن تلميذه الشيخ محمد ولد الحاج النور لما ذهب بثيابه إلى البحر ليغسلها، سيدي مفروض يسطروها كرامة، زول مشي يغسل ملابسه دي كرامة يا ناس؟ يعني لو زول عنده الاسم شنو الغسيل الجديد ده اسمه شنو؟ فهمت؟ يعني لو زول عنده غسالة جديدة مفروض ده يبقى من كبار أولياء الله عند الصوفية. المهم قال لما ذهب بثيابه إلى البحر ليغسلها وقال له الموج، الموج بيتكلم مع الشيخ. طبعا انت ذاتك بتتحير يا ناس الحاصل شنو؟ يجي الملحد يقول لك ده ما دين، ده ما دين، لكن كونك تبقى ملحد برضه ده ما مخرج لك. قال وقال له الموت هات لي تلك الثياب ليغسلها. الموت قال للشيخ جيب لي هدومك اغسلها لك. انا ما اعرف الزول اللي بيكتب الكتاب ده ما اعرفه الحاصل عليه شنو، لو قلنا بتاع بنجو ولا بتاع الناس يكوركو. خليك انت شارب شنو دي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الكلام ده كيف؟ طيب أكبر من كده قال
قال قد غضب عند ذلك غضبا شديدا. زول الموت قال لك أسي أنت لو الموت قال لك جيب لي ملابسك أغسلها مش رايحك، قام الشيخ زعل قال، وبعد ما زعل عمل شنو عشان تعرف الخيابة والشرك، قال غضب غضبا شديدا وشكى الموج للشيخ، قال لي أبويا الشيخ الموجة دي قالت لي جيب هدومك، والله ما شكاو أنا، قال له شنو؟ طيب قال في مقالي هذا، فقال الشيخ ده أحمد الطيب للموج تأدب مع هذا الرجل فإنه من رجال الإسم الكبير الأعظم. عليك الله الناس ديل بيلفوا في شنو ذات ورونا، تو بتلفوا شنو ولا بتبلعوا شنو ذات ورونا يا ناس. أزي الكلام ده زول مجنون بيصدقوا إنه زول ودى هدومه للبحر والبحر قال لي جيب أغسيلة لك والشاكل مع البحر، ده مجنون بس. مش في المثل بيقول لك الزول ده بشاكل ضله، ده بيشاكله مع الموج ذاته الصوفية ده، فده ما دي النهاية. أصو ما ممكن تغنعني، الشغل بتاع الصوفية ده شغل بتاع دين، وده كتاب، ده كتاب الطريقة البرهانية، فهمت؟ عنده مجموعة بتاعت أوراد، ودي الصورة بتاعت الشيخ محمد عثمان عبد البرهان، دي الصورة بتاعته، ودي الصورة بتاعت ولده إبراهيم، ابن إبراهيم ولا ابن مين كده الدسوقي، ابن محمد عثمان عبد البرهان، فهمت؟ وعندهم أسماء ذات عجيبة، لمسا لمسا، لموسا لموسا، همسا همسا، هموزا هموزا، قالوا ده من الذكر، فهمت؟ قاعد هنا الصفحة رقم 96، قال ده ورد حزب النصر المبارك، حزب النصر. طيب قال تقول حاميم 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 حاميم، وتقول حمى الأمر وجاء النصر. حمى الأمر كيف يعني؟ طيب وجاء النصر فعلينا لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، حمايتنا مما نخاف، اللهم قنا شر الأسواق ولا تجعلنا محلا للبلواء، اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، ياهو ياهو ياهو، ده منو ده ذاته؟ ومنو ذاته؟ مرة ديل يقول لك ياهو، ومرة الجبهة جيم لكرشة يقول لك هي لله، وديل منو ذاتهم؟ ذاتهم ديل منو؟ هي وهو منهم، فهمت؟ وكلام كثير جدا، كلام من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فديل يا أخواننا ما ممكن يكونوا ديل ما ممكن يكونوا ممثلين للإسلام وممثلين للدين، وغيره من كتب الأخوان المسلمين. من مظاهر الإلحاد إنكار وجود الخالق، وده تبناه ناس ماركس وإنجلس والشيوعيين ديل، وسار عليه المستقلون. عندنا الكتاب بتاع أبكر آدم إسماعيل، مؤسس مؤتمر الطلاب المستقلين، مؤسسه، والحزب ده تأسس بشاكوش، بس شاكوش دائر واحدة ودو شاكوش، قام قال الدين ده ذاته ما نافع، احنا دارين سودانوية بس، وامورنا بتنصلح بالسودانوية، فهمت؟ وقال ليه؟ قال نشرة الأخبار كلها قال كلام باللغة العربية، مفروض تكون بالروتانة، قال يعني نقول ذهب مثلا زار السيد فلان مدينة مدني، نقولها بالعربي، تاني نمشي نبدأ الروتانات دي من حلفة من حلايب، فهمت؟ لغاية ما ننتهي بالجنوب، الزمن ده قبل الانفصال، قال كلها تقال بلهجاته. انت عارف تكون قاعد للساعة 7 صباحا بعد وصل مدني الحصل شنو، ما بتكون عارف، لأنه بتكون، وفي ناس بيكون راجين لهجتهم، ولو المذيع دقس ولا نسى دي مشكلة كبيرة، ممكن يفتحوا فيه بلاغ. يا ناس دي أحزاب ملحدة مجرمة. من مظاهر الإلحاد الموجود ما يفعله ولادات الترابي، الناس اللي بينكروا الدين كله بينكروه، يقول لك سنة ما في، الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده أحاديث، يقول لك أشراط ساعة ماف، زي ما قال الترابي 2006 في الميدان الغربي هنا بكلية الهندسة، قال ما في أشراط ساعة، قال يقول لك أشراط ساعة، قال يا أخواننا الأشراط دي ناس قال قاعدين يبيعوا حاجة، فأنت بتخط الشرط، قال الناس دي قال ما بيفهموا عربي، طبعا ده يدل على جهل الترابي بلغة العرب أو تجاهله، لأن يا أخواننا الأشراط جمع شرط بفتح الراء، كما قال علماء اللغة في المعاجم، وافتح النت بتاعك واكتب كلمة شرط وأشراط، بيجيك التفسير بتاع علماء اللغة العربية. وأما الشروط، أنا داير كده وداير كده، دي جمع شرط بتسكين الراء، فهمت؟ أنكر أشراط الساعة كلها، قال دابة ما في،
وقال المسيح الدجال ما في، والكلام ده قالوه لذات الترابي. جابوا واحد اسمه مين كده، محمد فقيري، قالوا أمين أمانة الفكر بالمؤتمر الشعبي، عرفتها؟ قالوا ده أمين أمانة الفكر بالمؤتمر الشعبي. ده قال أنا قال ما بيو قال الإيمان ده مسألة ظنية، وقال ما ممكن إنه الإيمان ده يكون مسألة يقينية إلا ألاقي الله يوم القيامة، إلا تلاقي رب العالمين يوم القيامة. وهذا يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. لأن ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين فقال ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. وربنا قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. عرفت؟ دي صفة المؤمنين، إنه المؤمنين ما بيرتابوا وما بيدخلهم الشك. وده كلام عجيب جدا. أيضا من الإلحاد، الترابي قال ما في حاجة اسمها عذاب قبر، قال لأنه ما في زول فتحنا القبر لقيناه بيعذب أو زول فتحنا القبر لقيناه بينعم. وطبعا دي بلادة من الترابي. ليه يا أخوانا؟ لأنه أحكام الدنيا ليست كأحكام الآخرة، البرزخ ده من أمور الآخرة. الليلة الطفل في بطن أمه كمثل بسيط، ده في الدنيا. الطفل في بطن أمه بيأخذ الأكسجين وبيتنفس وبيطعم بيأكل يتغذى، فهمت؟ والشجر ده قاعد يتنفس، الشجر اللي قدامك ده قاعد يتنفس، نخرين وينا؟ الشجرة دي نخرين وينا؟ ده ما سؤال. عشان كده العلماء قالوا أحكام الدنيا ليست كأحكام الآخرة. عشان كده ربنا مدح المؤمنين إنهم بيؤمنوا بصفة الآخرة. وبعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثال في الدنيا نؤمن بها بالآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. عشان أنت تتأمل وتتفكر وتعلم إنه الأمور القدامك الطبيعية المشاهدة تستدل بها على الأمور التي غابت عنك ولم ترها، عرفتها؟ وديل المؤمنين ربنا سبحانه وتعالى مدحهم. لكن الزول اللي بيؤمن ها يقوم يقول لك: لا أنا طبعا ما آمنت بالموضوع ده لأنه موضوع ما بخش العقل، وأصلا الموضوع ده ما بالضرورة يدخل عقلك لأنه دي حاجات فوق عقلك فوق عقلك. عشان كده مدح أبو بكر الصديق لما آمن بإسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في ليلة، وذم أبو جهل لأنه أنكر ذلك. أبو جهل زمان لما النبي صلى الله عليه وسلم أسروا به، قام النبي صلى الله عليه وسلم ربنا من باب الفتنة والبلاء للناس ولتمحيص المؤمنين قال له: كلم أهل مكة دل إنه أسري بك وإنه أسري بك لبيت المقدس وشفت كذا وكذا وعرج بك للسماوات، فهمت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كلم المشركين طوال. أبو جهل ججاري، وأبو جهل ده يمثل الجبهة الديمقراطية الزمن ذاك، كان منبثق كبير جدا. أبو جهل ها كان رئيس الجبهة الديمقراطية بمكة، فهمت؟ المهم أبو جهل مشى لأبو بكر الصديق، قال: أول حاجة نبدأ بأبو بكر الصديق. قام قال له: أو ما سمعت ما يزعم صاحبك؟ أنت ما سامع صاحبك بيقول في شنو؟ قال له: وما يقول؟ قال: زعم أنه ذهب أو سافر إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. طبعا ده بالمنطق بتاع البيئة والمنطق بتاع الطبيعة بتاع أبو جهل، ها المنطق بعقله هو وبالأدوات اللي بيسموها أدوات في بيته هو، كلام بيوافق عقله يعني.
وافق عقله كويس. يعني انت الليلة لو ما بقيت في العصر ده وشفت التقدم وشفت الناس دي اتطورت كيف وشفت انه زول بيتكلم اخر الجامعة بتسمعه مسافات طويلة فهمت، وشفت زول ممكن تتكلم معاه وهو في بلد بعيدة في امريكا وفي غيره، وشفت زول وشفت الطيارة وشفت الحاجات دي، لو انت ما شفتها ها بيقول لك الشيء ده غريب. ابو جهل لا كان في كهرباء، لا توماس اديسون ولده فهمت، ولا كان في اختراعات، ولا كان في عجلة، ولا كان عباس بن فرناس ده قدار يطير عرفت، ولا اي واحد، بس كان الشغلة انه في الدواب اللي قدامه وانه بيعرف انه يمشي الخلا يجيب له صيدة عشان يقطع لحم وياكله وهكذا. ده ابو جهل، دي البيئة بتاعته، وبيعرف خلاصة وغاية ما يعرف انه في ناس بيركبوا البحر فهمت. سمع الكلام ده ببيعة ابو جهل، الكلام ده ما ممكن. لكن الليلة لو ربنا بعث ابو جهل اليوم وديته مطار الخرطوم، قلت له احفظ المحلة دي كويس، دي وين؟ دي الخرطوم، ومشيت حفظته بيت المقدس، حفظته لها تمام، وركبته في الطيارة ونزلته هناك. أها، لو حصل له الكلام ده والله يقول نحن زي ما ربنا قال عنه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا شنو؟ ما كنا في أصحاب السعير. لأن يا أخواننا شوف العلماء قالوا الأديان والوحي والأنبياء يأتون بمحارات العقول لا بمحالات العقول. محارات يعني بتحير العقل، تحيره، لكن ما يحكم العقل الصحيح أنها مستحيلة، ما بيحكم العقل الصحيح أنها مستحيلة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان عايش مع أبو جهل في نفس البيئة، لكن ما الذي دعاه إلى التصديق؟ قال له نحن نصدقه في خبر السماء. الأبعد السماء ولا الأبعد بيت المقدس؟ الأبعد السماء. قال أفلا نصدقه في ليلة إلى بيت المقدس؟ عرفت؟ ده إيمان. ولذلك يا أخواننا شوف أنت عقلك ده لو داير تعرف به، لو داير تعرف به أصل الخلق، ولو داير تعرف به الأمور التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي لن تصل إلى ذلك، ما بتصل. لكن العقل ربنا سبحانه وتعالى أداك له مجال تفهم به الشريعة، ما تعارض به الشريعة. العقل ربنا سبحانه وتعالى أداك له تتقدم به في دنيتك، ما في مشكلة. العقل ربنا سبحانه وتعالى أداك له عشان تستعمله في البنجيك يوم القيامة فهمت؟ أما الإنسان يستخدم العقل ليعارض به الدين ويطعن به في الإسلام زي ما بيفعل الشيوعيين، عندهم كادر هنا قبل سنوات قال نحن ما بنقول إنه الإسلام ظلم المرأة، ولكن نقول أن النص القرآني هو الذي ظلم المرأة. وعشان كده الصادق المهدي في كتاب اسمه جدلية الأصل والعصر قال ينبغي إعادة قراءة آيات المواريث بما يتوافق مع العصر. والشفع الجو شعبيين الامبارح ولا الامبارح ديل قالوا الشريعة ما بتصلح للزمان الحاضر والزمان الحالي. ليه ما بتصلح؟ ده ما سؤال منطقي جدا، ما بتصلح ليه؟ ماله يعني في شنو المشكلة وين؟ لكن الناس ديل يا اخواننا هم عبارة عن دسيسة عشان يمرقوا المسلمين من دينهم ويمرقوا المسلمين من عقائدهم الصحيحة. ولذلك الواجب على المسلم انه يبعد من الناس ديل عشان يسلم لك دينك، لابد تبعد منهم. والناس اللي اصلا كان عندهم شيء بيقدموه كان قدموه، الناس اللافين في الجامعات ديل فهمت، من زمن فاطمه احمد ابراهيم هلكت قبل ايام، وفي واحد بتاع اس 24 قال توفيت اليوم المناضله وما اعرف شنو كده فاطمه احمد ابراهيم وربنا سبحانه وتعالى يغفر لها. يا ذل ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والشرك بتاع ده
يسمى بشرك التعطيل، ملحدة شيوعية، لا تؤمن بالله ولا تؤمن بالدين، فهمت؟ قالت المرأة إذا زنت فإن الله لا يحاسبها لأن سياسة الحاكم هي التي دعتها إلى ذلك. دي مسلمة دي؟ طيب يا أخواننا زول، قالت المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها ربنا ما حيحاسبها لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك. طيب نفترض معاها إنه الإنسان جعان، طيب السؤال المنطقي، الجعان بيقدر يزني؟ ده ما سؤال ذاته، الجعان بيقدر يزني؟ نازل بيتكلموا كيف ذاته، فهمت؟ من ناحية بيولوجية كده من ناحية بيولوجية الجعان بيقدر يزني؟ فهمت؟ وكلام ذاته كلام غريب، كلام بتاع إلحاد، كلام بتاع كفر. قالت المفسرين فسروا القرآن لمصلحتهم الخاصة، وقالت إنه بعد ما درست القرآن وقرأت التفاسير اكتشفت. دي فطومة الهالكة، فطومة وين الشيوعين؟ ولا بكونوا مشوا الصيوان، صيوان العزة. طيب الشيوعين لما تشيلوا الفاتحة، وطبعا دي بدعة ذاته، بدعة، ولو بجوز كانش إن عليها الكافرون، لكن ما بجوز، الفاتحة ذاتها بدعة، كويس؟ أنت لما تشيل عليها الفاتحة بتقول منو يرحمها يا شيوعي؟ بيقول يرحمها منو؟ يرحمها لينين؟ ولا يرحمها ستالين؟ ولا يرحمها جرباتشوف؟ ولا يرحمها منو؟ يرحمها منو؟ أنت بتؤمن بالله؟ ها؟ هل هي كانت متعرضة لرحمة الله سبحانه وتعالى؟ شغالة معارضة للدين؟ ويقول لك المناضلة ولابد من انتزاع حقوق المرأة التي سلبت منها، السلب منها حقوق منه المرأة، فهمت؟ لكن عشان تعرف الإلحاد واللعب بتاع الشيوعين، فهمت؟ ودي ما بجوز الإنسان يترحم عليها، ما بجوز لك. والشغلة دي دين، ما شغل بتاع سودانية. يقول لك يا أخ ما خلاص ما مات سودانيين، دي عندهم حساس زايد ولا كهرباء زايدة. يقول لك لا يا أخ ما خلاص ما سوداني مات. وانت قال لك أي زول مات مادة بترحموا عليه؟ انت بقيت زول داعية للضلال والباطل، ما بنترحم عليك. دي الآية عندك، فهمت؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري لما مات عمه أبو طالب، لما حضرته الوفاة وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهو يقول وهما يقولان له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فماذا لا يكرران عليه ذلك حتى قال آخر ما كلمهم عليه هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، ونزل قوله تعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بعدين الشيوعين ده الناس ما بيؤمنوا بالله ذاته، ما بيؤمنوا بالله، فهمت؟ عشان كده لما الشيوعين عملوا المؤتمر الخامس بتاعهم، الناس ده قالوا نحن ما زلنا على ماركسيتنا، المبدأ الماركسي الذي يقول فالشيوعية تلغي الحقائق الأبدية، تلغي الأديان والأخلاق عوضا عن تجديدهما، ما بيؤمنوا بأي دين، فهمت؟ ده كلام ماركس في البيان الشيوعي بتاعه. ولينين قال الدين أفيون الشعوب، ودي حاربت الدين وحاربت تعاليم الإسلام عمره كله، حياته كلها كانت بتحارب في الدين، فهمت؟ لغاية ما نميري انقلب على الشيوعيين بعد ما كان في ابتداء أمره معاهم، بعد ذاك انقلب عليهم وكتل راجيل الشفيع أحمد الشيخ، الشفيع أحمد الشيخ كتلوا نميري جزاه الله خير، وكتل معاه البليد ذاك عبد الخالق محجوب، واحد اسمه عوض مين، مجموعة من الشفوت، وديل أصلا شالوا الشيوعية، شالوها من مصر كما جاء ذلك في كتاب ومشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاه لأحمد سليمان المحامي، كتب الكلام ده وأخذوها من الحركة الشيوعية المصرية لمن كانوا طلبة، عرفتها؟ والزول جاب الشيوعية أصلا من ألمانيا ونشر عبر مصر واحد ألماني اسمه هندري كوريل، الكلام ده بتلقاه في الكتاب ده من ثلاثة أجزاء احنا قريناه والحمد لله كله، فهمت؟ وقال تاب من الشيوعية
وذكر كلامهم كله. وبعد ذاك جو الشيوعيين بالقطر، وأول خلايا كونوها الشيوعيين في السودان كونوها في عبرة، وكونوها في مدني. ويقول لك نحن جايين من أجل الطبقة الكادحة، ده الشعار اللي بيغشوا بيه والناس المساكين. يقول لك نحن جينا من أجل ديكتاتورية البروتاريا. طبعا الشيوعيين ما بيؤمنوا بالديمقراطية، الشيوعي اللي بيقول الشيوعية تؤمن بالديمقراطية ده فوق إنه زول كافر، زول بليد، وزول جاهل بمنهجه. لأنه عندهم الشيوعيين إنه الطبقة الكادحة دي حيجي يوم من الأيام هي حتستلم السلطة وحتشيل الأموال والسلطة والامتيازات بتاعت الطبقة البرجوازية اللي هي الطبقة المقرشة، عرفتها؟ وعندهم حاجة اسمها الديالكتيك. الديالكتيك ده هو التفسير المادي للتاريخ، أن تفسر حوادث التاريخ على وفق مادي، ما في حاجة اسمها دين، بس بشغل بتاع مادة بس، عرفتها؟ والكلام ده يطول. لكن الشيء اللي خلاني اضطراني أتكلم عن الموضوع ده إنه الموضوع بتاع الإلحاد ده، فهمت؟ وعندهم كلام كثير. وبعد ما نميري قتل الزول ده، في واحد تبع نميري كان في البرلمان، الكلام ده قبل 6 7 سنة في البرلمان بتاعنا ده ذاته، وكان فطومة دخلوها البرلمان، ما عارف دخلوها دارين يشربوها شاي، المهم ولقت تبع الزول تبع نميري ده كان مشارك في قتل زوجها الشفيع أحمد الشيخ. ويقال أن الاتحاد السوفيتي تدخل حتى لا يقتل النميري الشفيع، والنميري قام قال لهم أنا قتلته، زمن داك ما قتلوا، بعد داك وداهم الزخيرة، عمل لهم محاكمات 5 دقائق ولا 3 دقائق، فهمت؟ ونجمهم كلهم جزاء الله خير. وهذا من أرجى الأعمال التي نرجوها لجعفر النميري، نسأل الله أنه يرحمه. برضو نشف ريق داك اسمه من بتاع الجمهورين محمود محمد طه، ليل ليلة بيقوا يكوركوا جزاء الله خير. وقاموا عملوا معاه لغاء، قال له انت ندمان على انك قتلت محمود محمد طه؟ قال ابدا، اصلا ما ممكن اندم على قتل زول زي ده. قال وقال لو الان السلطه عندي والزول ده حي دلوقتي، قال او في واحد زيه، قال برضه حقتله جزاء الله خير. فنجموا ليك، نشف ليك ريقه. دي لما لقت البرلماني ده الكتل الشفيع احمد الشيخ راجله، قالوا دار تقشط وكف لغايه ما حجزوها، فهمت؟ عشان كده في جامعة الجزيرة قبل أكثر من 10 سنوات الترابي شغال ندوة، ودي برضو شغالة ندوة في جامعة الجزيرة. فقام الترابي قال دعوها إنها أرملة، قال عرفتها؟ ودي بتكورك بيجاي، فهو الساكت ده كلهم ملاحدة، ترابي وفطومة أرجى الراجل في الحزب الشيوعي والشفيع أحمد الشيخ والكافر الأول داك نقد وغيرهم من المجارم، فهمتها؟ والموضوع ده بيطول، ونحن دارين الملحدين ده يورونا فهمهم شنو في الدين ده، وهل الدين ده نافع ولا ما نافع، ولا رايكم شنو، ولا ده ما معنى الإلحاد، ولا رايكم كيف. فنفتح فرصة للمداخلات او التعقيب او الاستفسار او الأسئلة المباشرة، فرصة مفتوحة، او سواء كان أسئلة مكتوبة ذاته، فرصة مفتوحة للمداخلات.